اخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا واحد الشرح على كيف نقوم بتثبيت الجي ال بي على توزيعات لينكس في دورا دوز. الان على بركة الله كما كتلاحظوا الان هنا الاخوة رانا في داخل بلومود اوتيليزاتور، لكي تقوموا بتثبيت الجي ال بي على توزيعات لينكس خصكم الاخوان تكونوا في المود روت. هنا الاخوان هنا علاش المشكل، علاش ما كيبغاش يتانصل لنا الجي ال بي في المود يوزر، لان واحد الفيشي عندنا ديال جي ال بي لو كونتيني ديالو مي غنبغيو نكوبيوه في واحد الريبيرتوار من بعد لانستالاسيون ديال واحد الباكاج اتش تي تي بي دي، كيتكرينا واحد باز دوني ديالو ديال اتش تي بي دي واحد الريبيرتوار سميتو ال اتش تي ام اي، كنبغاو نكوبيو ديك الكونتينيو ديال جي ال بي ما كيبغاش يتكوب، كيقول لك بان خصك تكون في لو مود روت لي بيرميسيون نو اكوردي، لان ما عندوش تو لي دغوا باش يمكن لي كوبي لك هاد الفيشي. الروت الادمنستراتور هو اللي عندو تو لي دغوا باش يكوبي هاد الفيشي او يمسح فيشي. هنا في هاد الحاله الاخوان باش ننتقلوا لو مود روت كنديرو كنترول الت اف دو في الكلافي باش كندخلو بالجرافيك. هنا في هاد الحاله الاخوان كنديرو اللوغين، اللوغين هو الروت، روت مود باس كنديرو ازيرتي مود باس اللي دايرينه هانتوما اونتري. هنا في هاد الحاله كنديرو واحد الكوموند في اي لي سباس سلاش او تي سي سلاش بام بوان دي سلاش جي دي ام تيريبسيس باسورد. باسورد كتكتبو باسورد الاخوان بعد اللي كتشوفو، ماشي باس دو في الفيديو، باس دو في الفيديو الاخوان راها كوموند، هادي راه ماشي كوموند، باسورد كديرو اونتري، ملي كديرو اونتري كتدخلو لهاد الفيشي هذا، هاد الفيشي الاخوان ديال الروت كتهود في الكلابي بلاتوش كتمشيو لومو روت. هنا الاخوان هاد الكلمة ديال الروت كنحاولو ما امكن نخربقوها، كنديرو واحد واحد جوج باش نكتبوها الاخوان خصنا نكليكيو على انسرت. هنا كنديرو واحد 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 باش نخرجو كنكليكيو على اي شاب. هنا كما كتلاحظوا الاخوان مي كيدير لكم هاد الخدمه، كيكتب لكم بزاف ديال الوحدات ولا ديال الارقام كيعاودهم، كتحاول ما امكن تمسحوهم، كتكليك على انسرت وكتمشي كتمسح داك الوحدات، كتخلي داك الشيء اللي بغيت وكدير كتعاود عاوتاني كدير اي شاب اي شاب كدير دو بوان دو فلفي كي كما كتلاحظوا الاخوان هاهي هنايا كتبان لكم، كدير اونتري. هنا في هاد الحركة نديرو اكزيت باش كنخرجو باش نرجعو لومود اللي كنا فيه قبيلة، كنكليكيو على كنترول الت وكنمشيو لاف ان اف واحد. هنا باش الاخوان باش ندخلو لومود روت هنا كنرو ديماريو لاماشين ديالنا، ضروري الاخوان خاصكم درو ديماريو لاماشين ديالكم، كدير رو ديماري كما كتلاحظوا الاخوان الاخوان هو من بعد ما تردي ما طلع ماشين ديالنا. هنا الاخوان ما كندخلش بمود يوزر، هنا يوتيليزاتور عبد الناصر، هنا كندخل باوتر. هنا الاخوان من بعد كنتو كديروا نتوما اوتر ما كيبغاش، واخا كدير له مود باس ديالك كيقول لك له مود باس غلط، لان المشكل كامل كان في ديك الفيشي ديك الكلمه ديال الروت
اللي غيرناها هذا هو المشكل اللي كان هنا الاخوان. كندير لومود لوجين روت، كندير مود باس ازرتي. كما كتلاحظوا الاخوان هو دخل المود روت، هنا كننتظروا على ما يديماري الماشين ديالنا. جي ال بي الاخوان هو واحد البروغرام اللي كيت انستال في نامبورت كيل سيستيم، اللي كيدير لنا لا جيستيون ديال بارك انفورماتيك دون زين سيسيتي. اخوان كما كتلاحظوا بان او ديمارات لا ماشين ديالنا، كنكليكيو باش كنخدموا على كارت ريزو، كنديماريو على كارت ريزو، لان الاخوان هنا في هذه الحاله غنانستالي لي باكيج اللي غن ديال جي ال بي عن طريق يوم بالانترنت. كنمشيو سيستيم او تي اس 0، هنا كنديماري لا ماشين ديالنا. هنا في هذه الحاله الاخوان كما كتلاحظوا هنا الاخوان خصكم هاد الفيشي جي ال بي، هو هاد الفيشي اللي قلت لكم انا لو كونتيني ديالو غنكوبيوه في الريبورتوار. هاد الفيشي هذا الاخوان راه غنحط لكم الرابط ديال التحميل ديالو ان شاء الله تحت الفيديو. هو هاد الفيشي فيه لي كوموند اللي غنحتاجوهم في هاد الانستالاسيون هادي. واد الفيشي هذا يا الاخوان راه صوبت لكم بالحساب تحتاجوه في الانستالاسيون. هادو هما لي كوموند اللي غنانستالو بهم جي ال بي، هادو كلهم لي كوموند هنا. وهنا الاخوان راه داير لكم هنا واحد الطريقه باش كتدخلوا الروت، باش كتشونجيو دوك المود باس دوك. هنا راه كاتب لكم هنا كيفاش كتدخلوا المسائل. هاديك لا كوموند راه عاودت لكم هنايا. والاخوان هنا غنبداو على بركه الله، اول كوموند اللي غنبداو بها يوم وان ايكريك انستال ماي اس كيو ال سيرفر ضروري. هنا الاخوان كنمشيو ل التيرمينال، كنديروا سيدي هنا بلا ما ديروا الاخوان هنا سو عاد، لان اصلا ديجا راه في الروت. هنا كدير يوم مون ايغريك انستال ماي اس كيو ال تيريبسيس سيرفر اونتري. هنا لي باكاج راه غيجبدو من الانترنت كما كتلاحظوا هنايا دار لك انستال ريفريش باكيج سكيول سيرفر طالبي. الاخوان هنا غلط عرفت فين الاخوان كاين، كاين الغلط في لا كوموند هنايا راه درت كندير ان انستال، هنا درت ايستال كوموند غريبة الاخوان. هنا كنديرو لا كوموند ديالنا عادية، لان في الاول الاخوان راه كيفريفي لا كوموند واش صحيحة ولا مش صحيحة او لا. هنا راه كيقوم بالميزاجور، من بعد يقوم بالتحميل ديال الباكيج. هنا كننتظروا الاخوان على ما كيقوم، هو كيقوم بالتحميل ديال الباكيج من الانترنت. لاطي ديال الباكيج 8.6 ميجا. الان في هذه الحاله راه كيقوم بالانستالاسيون.
هنا الاخوان كتستناو شويه على ما يسالي لانستالاسيون ديالو. كيسالي لانستالاسيون كيدير لاكتواليزاسيون ديال الباكيج، كيدير له ريفريش. ها هو الاخوان هنا ذات انستالا. من بعد ما كيتانستالا الاخوان كنرو ديماريو هذا الباكيج هذا بلا كوموند سيرفيس ماي اس كيو ال دي لو ستارت. احنا الاخوان كيما كتلاحظوا لو ستارت سيرفيس ماي اس كيو ال. هاد الكوموند هاد الاخوان سيرفيس واللي كيكون في الوسط هنايا اللي كان لو ستارت. خصكم تعقلوا عليها مزيان الاخوان، هادي كتصادفوها بزاف لي بروغرام. هنا كنديرو اونتري باش كدير رودي ماراج ديال الاول. الاخوان هنا ملي كيعطيك ايشو راه كيطفي كيطفيها وكيعاود يشعل. كنعاودو باش كيعطينا اوكي اوكي. هنا سيرفيس ميس كيو ال دي ريستارت. ها هو الاخوان كما كتلاحظوا ها هو سهلا. ندوزو الاخوان مباشره لاكوموند الثانيه يوم مون ايغريك انستال الاتش تي تي بي دي نجمه. نمشيو الاخوان على بركة الله. هنا كنطلعو بالفلاش ديال اللي كاين اللي في الكلافي عادي، كنمسحو هاد الشيء هنا، كنديرو اتش تي تي بي دي، كنديرو نجمة. نجمة الاخوان هنا في هاد الحالة راه جميع لي باكاج اللي كيبداو بال اتش تي تي بي دي والنجمة كيساليو من نامبورت كي كل ما هي انصاليه اونتخي. يو موان اكريك، هاديك موان اكريك الاخوان في الحاله لما درنا شي ممكن نديرو لا كوموند يوم انستال اتش تي بي دي نجمة انستال. ولكن في هذه الحاله الاخوان عندك مون اكري كدير له ياس، لان كيعطيك واحد الميساج مي كي مي كي تيليشارج الباكيج، كيعطيك له واحد الميساج كيقول لك واش انستاليه ولا ما انستاليهش. حنا كنقولوا تيليشارجي وانستاليه اوتوماتيك، ديك هي ديك مون اكري هي ياس. هو كيدور كيقول لك بان او اور ان. حنا كنتفادى هادوك ها هما كيما كتلاحظوا الاخوان جميع لي باكاج اللي كيبداو ب اتش تي بي دي وكيساليو بنامبورت كي نجمه هي ماشي شغلنا في اللي كيجي مورا اتش تي بي دي. ها هو انتهى الاخوان. هنا في هاد الحاله الاخوان دابا غادي نديرو حتى هو غنديرو له السيرفيس من اتش تي بي دي ريستارت. هنا في هاد الحاله كنمسحو هاد ما يسكيه، نديرو اتش تي بي دي كاين دي. هنا كنديرو ريستارت. هنا في هاد الحاله نفس الخدمه كيديرها. هنا كنعاودوه احنا كديرنا اوكي اوكي. هنا كما كتلاحظوا الاخوان غندوزو الان مباشره عاوتاني للكوموند الثالثه يوم انصال جي ال بي. في هاد الحاله غنصالي جي ال بي 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 الاخوان هذا جي ال بي لابريفياسيون ديال جي ال بي جيستيون ليبر دو بارك انفورماتيك اونتري. نستنى في هذه الحاله الاخوان راه كيانصالينا البروغرام جي ال بي، لان كاين جي ال بي كيتانصال حتى في الويندوز، ولكن تما الاخوان في الويندوز ماشي بحال هنا. تما في الويندوز الاخوان كتانصاليه في شي بروغرام اكزيكوتابل عادي، ما كتانصاليش هاد لي باكاج ديال ماي سكيل سيرفر وهاد الاتش تي بي دي. وباقي غنشوفو لي كوموند هما جايين في الطريق. هنا راه كيديرنا الانستالاسيون. كيدير الروفريش في هاد الحالة الإخوة، راه كيدير الروفريش.
هنا الاخوان واخا كيتعطل مدى يسحب لكم شي، راه ما كيخدمش شي ولا شي حاجه. المهم ضروري خصك تصبر عليه باش يسالي باش يبدا لكم من الدخل على الشيء، لان لانستالاسيون لي كومون شويه في يكون انسان صبور. هو انتهى الاخوان بعد ما انصلنا جي ال بي. جي ال بي الاخوان راه ما كنديرولوش هنايا ديك الكوموند ديال السيرفيس ريستارت، راه ما كايناش هذاك. من بعد ما انصلى كنمشيو الاخوان الفيشي اللي قلت لكم انا في الاول، هو هذا الفيشي هذا كنفتحوه، كنسيليكسيونيو لو كونتوني اللي فيه كنترول ا، كنديرو كوبي، كنمشيو لبوست دو طرافاي، كنمشيو للسيستيم دو فيشي، كنمشيو الاخوان مباشره كنمشيو ل الفار. مي كنمشيو للفار، كنمشيو دوبل في دوبل في دوبل في دوبل في، كنمشيو ل اتش تي ام ال. هذا هو الفيشي اللي قلت لكم الاخوان. هذا الفيشي هذا كيتكريا من بعد ما كنانستالو دوك الباكاج اتش تي بي دي. ها هو الفيشي خاوي الاخوان، ضروري خصنا نعمرو. باش نعمرو بعد لو كونتيني ديال جي ال بي نديرو هايا كولي. هنا كولي الاخوان في الحاله اللي كنا في لو مود يوزير هنا ما كيعطيكش كولي، اما بالنسبه للروت كيعطيك كولي لان الروت راه عندو جميع لي دروات. هاهو الاخوان كي لي فيشي لو كونتوني ديال الفيشي جي ال بي كيتكوبا في ريبيرتوار اتش تي ام ال. هاهو فين هو، هنا 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 كتسود لي فيشي اللي فتحتم، تسود هاد الفيشي هذا. الان الاخوان اللي غنديروه دابا في لا كوموند اللي جايه، دابا لا كوموند غنديرو هاد الكوموند 6، الرقم 6 ديال السميه، الرقم ديال 6 كليك اوكي كوبي. هاد الحاله الاخوان اللي دايرهم لكم هنا كتدخلهم كدير كوبي ولا كتكتبهم عادي، حاول ما امكن لازم نيشان باش ما تغلطش في لي كوموند. احنا كدير كولي هنا في هاد الحاله الاخوان ما ديرش اونطري، هنا كتمسح هذا فوتر سكري، كدير ازيرتي اونطري. من بعد كتمشي للكوموند الثانيه ازيرتي، كدير ماي اس كيو ال ما موان او، كدير كوبي ديك موان بي الاخوان راه كيعنيو بها الباسورد، كدير كولي هنا الاخوان. من بعد ما كنديروا هاد الكوموند دور كنديروا هاد الكوموند الثانيه وكنطابي اونتري. هنا ملي كطابي اونتري الاخوان كيطلب منك اونتري الباسورد. هنا الاخوان ما ديروش حتى شي مود باس من غير هاد المود باس اللي دايرينه هنا، شتي الاخوان المود باس اللي كتبناه هنا هو اللي غديروه هنا. هنا راه كدير سؤال وهنا كتجاوب عليه صافي، ما قال لا والو. هنا كدير ازيرتي، هنا الاخوان راه ما كيتكتبش يوم الباس، من بعد كندوزو للكوموند التالية كنمشيو كريات داتابايز جي ال بي دي بي كوبي تا هي، وكنمشيو كنديرو لهنايا اونتري كوبي وانا نقول من بعد اونتري. هنا كنمشيو هاد الكوموند الاخوان راه مهم، من هذا من لما كنمشي راه ما يخدم لك شي جراند ال بريفيليج اون جي ال بي. هنا الاخوان لا درت له اوف هنا راه ما يخدم لكش اون، راه بحال كتشعلوها الاخوان تما كوبي، كتمشي
تيرمينال، كدير كولي، من كدير كولي الاخوان هنا كدير اونتخي، من بعد كدير اكزيت باش كنخرجوا. احنا خرجنا الاخوان هنا. الان دابا احنا قمنا بجميع ما يمكن باش نخدموا الجي ال بي. فهاد الحاله الاخوان غندير غندخلوا لواحد ريبيرتوار، واحد الفيشي بلا كوموند في اي سلاش او تي سي سلاش. حاولوا ما امكن الاخوان هاد الكوموند هادي هي الاخريه خدموها، سيروا بها الترتيب اللي مشيت بها انا باش يخدم لكم جي ال بي. مشيت انصر لكم كدير في اي سلاش او تي سي سلاش الاش تي تي بي دي، كدير سلاش كونف، كدير سلاش اش تي تي بي دي بوان كونف اونتري. مي كدير اونتري كي مباشرة كيفتح لك واحد الفيشي. كنهودو الاخوان ب كنهودو كنمشيو كنمشيو سيدي كنمشيو لهاد جوج كلمات هادام الاولى هادي ما كنهضروش معاها، لان الاخوان هادي واخا ما تغيروها شي لان هادي ما كيقراها شي اصلا. انا كنجيو لهاد ليستن باش نكتبوا الاخوان هنا، كنكليكيو على انسرت، كنجيو هاد ليستن كنديروا لي سباس، كنديروا 127 لادريس ديال البوكلاج بوان 0.0.1، كنديروا دو بوان، كنرجعوا لديك 8 كنزيدوا البلاصه، وكنديروا دو لا باش نخرجوا كنكليكيو على اي شاب، كنديروا دو بوان دوبل في كيو كما درنا في باش كنا كنكونفيغوري في لو مود غرافيك الفيشي ديال الروت اونتري. احنا الاخوان سالينا، كنريديو هاد الفيشي اللي عندنا هنا، كنمشيو للنافيغاتور اللي عندنا هنا، عندي انا فايرفوكس بحال بحال اللي كان راه غيخدم فايرفوكس ولا جوجل كروم ولا الانترنت اكسبلوري ولا السفاري. هنا راه كنديماريو هنا مباشرة ما كيش على الاخوان، كنجيو لهاد اللي انا داك كنمسحه، كندير واسيدي لوكال هوست، كندير سلاش جي ال بي اي، كندير اونتري، كتطلع لكم هاد الباج هادي، كتمشي كتغير المود اللغه اللي باغي تنصطالي بيها، كدير فرونسي اوكي، كتمشي هنا الاخوان كتنصطالي ب جالي اي اكسبت، كتقول بان هادشي هاد هاد الكونطرا اللي عاطيني هنا رانا قريتها صافي، كدير كونتيني. هنا كدير لانستالاسيون ما كديرش ميزاجور، ميزاجور الاخوان كتلقى في الحاله ديال ملي كندخلوا يمكن لك دير الميزاجور. هنا كنديرو كونتيني، هنا الاخوان كنديرو لوكال هوست، هنا كنديرو الروت، هنا كنديرو المود باس ازيرتي، هنا كنديرو كونتيني، هنا كنمشيو نكورشيو ماي سكيال كونتيني، كنصبرو عليه شويه الاخوان عقب الثالثه. هنا كدير هنا اوكي لا باز ا بيان ايتي انيسياليزي، كدير كونتيني ايتاب الرابعه يتيليزي جي ال بي،
دابا يمكننا نخدمو الاخوان هنايا ليدونتيفيون كدير جي ال بي اي ولو مود باس كدير جي ال بي اي وكدير فاليدي هنا كيطلع لك هذا الميساج مكدير شي فيه هاو كتفتح لنا البروغرام جي ال بي الاخوان كما كتلاحظوا لانسالاسيون راه نجحت هنا كما كتلاحظوا راه فيه لي زانفونتير اسيستانس لي جيستيون اوتي ادمينستراسيون كونفيغوراسيون هنا كتحط الفلاش فوق الكلمه هو كيعطيك شنو فيها لو كونتينيو ديالها الاخوان كما كتلاحظوا بان لانستالاسيون ديال جي ال بي هي انتهت ما علينا الاخوان الان كنقول لكم تهلاو فراسكم وكنتمنى يكون هذا الشرح نال اعجاب الاخوان اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو والى شرح اخر ان شاء الله ومع عمل اخر على فيدورا البروغرام على توزيع فيدورا المهم في هذه الحاله الاخوان كنشكركم كنشكر جميع المتتبعين لهذا الفيديو والى عمل اخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الى اللقاء